أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أبنائي الفضلاء، بناتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعو الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، وأن يرزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، وأن يهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لأخي وحبيبي في الله وأخي في الله وصديقنا الشيخ فضيلة العلامة الشيخ عبد السلام، جزاه الله خيرا، وأنتم بوركتم لتجشمكم يعني عناء الانتقال والإتيان وأن توجدوا في المسجد، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة، ومن نظر الله إليه نظرة فلن يعذبه يوم القيامة. سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه له مقولة عجيبة، يقول: أولا قبل أن أقول مقولته أقول ملحوظة عجيبة عليه رضي الله عنه: جمعت كل ما تلفظ به أبو بكر منذ أن أسلم إلى أن انتقل للرفيق الأعلى، كله في جميع المراجع، جميع كتب التاريخ، أضابير التاريخ، وجدت أن كل ما قاله وكتبته بيدي 14 صفحة، وانت تقعد 5 دقائق مع زوجتك تعمل 140 صفحة كلها غلط. 14 صفحة، هذا الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. إذن قلة الكلام ده مهم، نجيبه منين؟ من الدرس إن شاء الله. ماذا يقول الصديق؟ يقول: إني بليت بأربع، إني بليت اختبرت بأربع، ما سلط إلا لجلب مشقتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ إبليس، الدنيا، نفسي، الهوى. نقف بضع دقائق عند كل واحدة من هذه الأربعة التي يشكو منها الصديق ويشكو بها كل من يحب الصديق، صح ولا لا؟ إبليس، الدنيا، نفسي، الهوى. في مصائب تانية؟ هل هناك من مصائب أخر؟ أنت لو عددت المصائب هتجي تحت هذه الأربعة: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. تعال إلى إبليس. إبليس بإيجاز بسيط هو عبارة عن محطة إرسال والمشكلة في الريسيفر اللي عندك. قولا واحدا، لو أنك أغلقت الريسيفر ماذا تصنع البث؟ البث الهوائي والفضائي والفضائية والإف إم والإذاعة والنت، أنت أغلقت الاستقبال، ماذا يصنع إبليس؟ أين يبث؟ ها؟ ويبث على موجة قلبك. فإذا ارتكبت شيئا فلا تقولن إن هذه من الشيطان، وإنما قل: أنا الذي فتحت له الباب، أنا الذي ضبطت الاستقبال، أنا الذي ضبطت الريسيفر، فاستقبلت موجتي موجة الشيطان وإبليس فعزفت على نفس الوتر فاستعمر قلبي. إذن إبليس لا يستطيع أن يدخل عندك إلا إذا أذنت له. في نوعين من الأبالسة: شيطان الإنس وشيطان الجن. شيطان الإنس مقدم على شيطان الجن لأنه أكثر تأثيرا. شياطين الإنس والجن، مش شياطين الجن والإنس، القرآن يذكر هكذا: شياطين الجن، الإنس والجن. ماذا يصنع شيطان الإنس وماذا يصنع شيطان الجن؟ لو قرأت على شيطان الجن المعوذتين خنس وبعد، لو قرأت المعوذتين على شيطان الإنس لفسرهما لك.
قل أعوذ برب الفلق من شر يخنس شيطان الجن، قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس يخنس. تريد تقولها لشيطان الإنس، قل أعوذ برب الفلق، ولا قل فعل أمر، أعوذ فعل مضارع سبحانه، وهكذا لا إله إلا الله. هو ملوش دعوة أنه يعمل أو لا يعمل، لكن إيه يدخلك في محاور أخرى. فشيطان الإنس هو الذي يوسوس لك، مش يوسوس لك، يزين لك في الواقع، وشيطان الجن يوسوس لك في الخيال. فإذا أغلقت المستقبل ولم تفتح باب الحصن وهو قلبك إلى شيطان الإنس أو شيطان الجن، والتجأت بعد الله إلى إخوة في الله وإلى بيت الله وإلى كتاب الله وإلى ذكر الله، حصنك الله بحصنه. اللهم حصن قلوبنا. أول شيء لا تدعي أن الشيطان هو الذي يغرر بك. نعم، هو الله عز وجل أعلمك أنه عدو لك وأنه يبغضك. بس في نقطة خطيرة، نحن كم نتكلم عن عقوق الآباء والأمهات؟ كثيرا. طيب إذا أطعت الشيطان فقد عققت أباك. كيف التركيبة دي؟ خلي بالك، أنا عندما أرى أن رجلا في قريتي أو في مدينتي أو في محلتي أو في المكان الذي أعيش فيه غرر بأبي وأورده موارد التهلكة وخلى أبي يتعدى الحدود، وكلما مكث في مكان هذا العدو احتقر قيمة أبي وقلل من شأنه وصغر من شأنه وصغر من قيمته. بالله عليك، إذا أطعت أنا هذا العدو الذي صغر من قيمة أبي وقلل من قيمته، بالله عليك أكون بار لأبي أم عاق له؟ عاق. اتفقنا؟ من الذي غرر بأبينا آدم؟ مش أبي وأبوك؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلكم لآدم ها؟ وآدم من ترابي، إذن أبي وأبوك من؟ آدم، أبو البشرية كلها، المؤمن والكافر والمستقيم والمنحرف والقريب والبعيد والذكر والأنثى والكبير والصغير، كلكم لآدم وآدم من تراب. طيب لما واحد يكره أبي ويبغض أبي حتى قال له ولده، هو كيف جاء لأبينا آدم؟ خلي بالك كيف جاء، زين له المعصية أنها تنتج خيرا. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لو أكلت يا آدم من هذه الشجرة تحصل على إحدى فائدتين، إما أن تصير ملاكا ملكا، والملك لا يخطئ أم لا يخطئ؟ الملك لا يعرف الخطأ، الملك لا يعرف الغريزة، لا يعرف الانتقام، لا يعرف الظلم، لا يعرف التعدي، لا يعرف الإساءة، مجبول على النور، مجبول على الذكر. فآدم أحب أن يصير ملاكا، أحب أن يصير ملاكا. أو تكون من الخالدين يعني تخلد في الدنيا ولا تموت، والإنسان يحب الإيه؟ الخلد. لو جاءك من يشكو يا شيخ والله الدنيا بغت صعبة، الدنيا متعبة، الدنيا كلها ابتلاءات، أقول له خلاص ادعو الله أن يحسن خاتمتك ويقبض روحك. يا أخي مش الآن لما نزوج البنت؟ لا إله إلا الله. طب أنت مش بتشتكي من الدنيا؟ سبحان الله. لا هو يعني عند الموت سبحان الله. طب أقول لك شيء، ارجع اليوم إلى البيت وقل لزوجتك إن الشيخ ذكرنا بآخرتنا، وربما أرحل في الصباح، من يضمن أن أنام فأستيقظ؟ فإذا رحلت في الصباح فعليك أن تعملي الأمور الآتية. تقول يا شيخ اتق الله لا تذهب إلى هذا الشيخ مرة أخرى. ما هذا النكد؟ سبحان الله. هل تعرف الزوج الذي حضرته الوفاة فأوصى زوجته وصية؟ قال لها إذا مت وانقضت عدتك تزوجي صديقي حسن. قالت له لما؟ قال لأنه ضحك علي في بيع سيارة معينة ونصب علي، وأنا أريد أن أنتقم منه بعد الموت. يبقى دليل على أن الزوجية إيه كانت إيه؟ كانت سعيدة، صح ولا لا؟ عايز يبتلي الرجل المسكين هذا بإيه؟ بهذه المصيبة.
فلا لما موت تزوجي يلا يلا حلال عليه. سبحانك يا رب العباد. أنت تتعجب، فأبونا آدم وأمنا حواء زين لهم الشيطان هذه القضية، زين قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فدلاهما بغرور سبحان الله. فلما أكل من الشجرة ظهرت وتبينت وانكشفت سوءتهما. يا الله، أفاق آدم على الحقيقة المرة أنه عصى ربه وأنه أطاع الشيطان. والله عز وجل يقول وقلنا يا آدم إن هذا إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما أنتوا الاثنين من الجنة فتشقى. فالشقاء على آدم، والمرأة يجب أن تكون أميرة سواء في بيتها سواء تعمل أو لا تعمل، فهي مسؤولة من رجلها. انظر إلى عظمة القرآن ووضع القرآن ووضع الأنثى في القرآن، حتى إن الله عز وجل لما ذكر المعصية أبونا آدم أكل وعصى، وأمنا حواء ماذا صنعت؟ ها؟ أكلت ها؟ وعصت. لكن الله قال ها؟ وعصى آدم ربه فغوى. طب وحواء؟ قال لأن الله يريد أن يستر المعصية عن حواء. يا الله، قيمة المرأة لم يذكرها بالمعصية، لا ذكر من؟ ذكر آدم، ذكر الذكر الرجل سبحان الله. فكانت المسؤولية، رغم أن المسؤولية مشتركة، هو أكل وهي أكلت، لكن لما أكل يقال أن ولده شيث قال له يا أبتي أتطيع الشيطان وتغضب الرحمن؟ قال والله يا ولدي ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا. وقاسمهما، يعني قاسمهما أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين، لا إله إلا الله. بس في نقطة، أنت لما تعصي وتتوب رب العباد ويقبل توبتك، من رحمته أنه ينسي الشهود العشرة، في شهود عشرة عليك، الأيدي يوم تشهد عليهم إيه أيديهم، والأرجل أدي أربعة اثنين واثنين صح، والألسنة أدي إيه خمسة سبحان الله، وبعدين الجوارح سبحان الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وبعدين الزمان الذي صنعت فيه المعصية إن كان ليل أو نهار، والمكان إن كان أرض أو بيت أو صحراء أو إلى آخره، والملكان الموكل بالحسنات والسيئات، ثم الله خير الشاهدين. فرب العباد من رحمته يعمل إيه؟ ينسي الملكان الملكين وينسي الجوارح وينسي الليل وينسي النهار وينسي كل شيء، ولا يذكر معصيتك أحد إلا خالقك الرحمن الرحيم، لأنه هو الذي تاب عليك. في قصة لطيفة، في بعض الإخوة من ضمن الجماعات الطيبة العاملة على الساحة، إخوة كده ما شاء الله عليهم طيبين، يعني أنا كل الجماعات أبنائي وأحبهم ويقبلون نصحي، ولكن هذه الجماعة طيبة، ياخذوا الايه الناس ويطلعوا كده في المساجد يقول ايه ويزوروا البيوت يسموا التبليغ والدعوة، ناس طيبين يعني ما شاء الله. فيقال عنهم يعني انهم اخذوا مرة واحد كده كان يعني بعيد عن الطريق ويتعدى الحدود ويتعامل مع المخدرات والعياذ بالله، فربنا تاب عليه وكلامهم طلع طيب، فيروح معاهم يذهب معاهم، فعندهم حاجة اسمها بيان بعد الصلاة، قوم يا فلان قوم يا حسن قول بيان، قول والله يا إخوة كنت بعيد في طريق المعصية، ربنا رزقني بالإخوة الطيبين دول، هدوني وعرفوني حلاوة الإيمان وحلاوة الاستقامة وحلاوة الصلاة، وقيت معهم جزاهم الله خيرا. يروحوا مسجد تاني قولوا بدل ما حد يقول نقول بيان عملي، قوم يا حسن، يقوم حسن يقول القصة، لغاية ما حسن انتشر في المدينة، فكل ما يمشي في حتة هو ده حسن، خلي بالك انت. فجاء في مرة من ضيقه قال والله يا اخوة انا كنت منحرف وبعيد عن الطريق واتعامل مع المخدرات ومدخن واحيانا اسرق وكده، وكان ربنا سترني لانه الستير، مشيت مع الجماعة دول فضحوني.
يا اخي انت عايز تتوب يا اخي. سبحان الله، الله لما يتوب على عبد يستره. يستره انت تفضحه ليه؟ انت بيستره. اخوة اولادي بتوع التبليغ ما يزعلوا ان بهزر معهم دايما، لكن هم انا اب لهم يعني جميعا، اب لكل الجماعات. كل من يعمل بالكتاب والسنة تراب تدوسه قدمه على رأسي من اعلى، الله يرضى عليكم. فالله عز وجل ستير، قحطت الارض ايام كريم الله موسى، ما فيش مطر، خرج ببني اسرائيل يستسقي، يا رب كدنا أن نهلك، أنزل علينا الماء. قال يا موسى بينكم عاصي واحد، إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. قال يا بني إسرائيل بيننا عاصي ليخرج من بيننا حتى ينزل الله الماء علينا. مين بالله عليك يحب يفضح نفسه؟ ما حد، كلنا نحب أن نتجمل أمام الناس وأن نظهر بصورة طيبة. قال يا رب لم يخرج العاصي من بيننا، يا رب أنزل علينا الماء. وإذا بأبواب السماء تنفتح بماء منهمر. تعجب الكريم، يا رب ما خرج العاصي من بيننا وتنزل الماء علينا. قال يا كليمي لقد تاب فيما بيني وبينه. قال الكليم يا رب دلني عليه كي أتعلم منه كيف تاب. يعني شوف القصد بتاع سيدنا موسى، دلني عنه. قال عجبا لك يا كليمي أأستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. معقول أيام كان مذنب وبعيد أنا سترته؟ اللهم استرنا يا رب العالمين. يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، كانت دعوة الصديق رضي الله عنه. إذن الله سبحانه وتعالى لما جاء إبليس يوسوس سبحان الله، فأطاعه آدم وحواء فأكل من الشجرة، مجرد ان استغفر غفر الله له. ربنا يعني ان لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه، وهذا قال اهبطوا منها جميعا. كان امر المعصية هذا امرا قدريا، لان الله قال في البداية قبل خلق ادم اني جاعل في الارض خليفة. لكن ربنا قبل أن ينزل أبانا آدم وأمنا حواء نزلهم على الأرض ولا دخلهم الجنة الأول؟ أدخلهم الجنة، يعمل لهم مرحلة تدريبية. وكانت جنة آدم ليست جنة الخلد التي وعد المتقون، لا، وإنما جنة سبحان الله فيها كل الممكنات بتاع الحياة وفيها كل الأمور ميسرة. فكانت فترة تدريبية، لما تذنب يا آدم أنت وأولادك تتوب وترجع رب العباد يغفر لك، اللهم اغفر لنا. نزل أبونا آدم وأمنا حواء وحذرهم رب العباد وحذر بنيه إن هذا عدو لك ولزوجك وبالتالي لذريتك من بعدك. إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعناء إبليس. هذا أول واحد، إبليس مقدراته أنه محطة إرسال فقط، بس فقط. وأنت الذي تضبط الموجة أن تستقبل موجته، لكن لو أغلقت ولا يضرك شيء. هذا أمر. الأمر الثاني، القلب عامل زي هذا البهو، هذا المسجد، هذا الغرفة كبيرة. القلب هذا كالبيت، فإن غلقت البيت وأظلمت البيت ولم تضئ فيه ولا أشعة شمس ولا تيارات هواء ولا شيء ولا كهرباء ولا نور ولا غيره، ويتسلل إلى هذا البيت المظلم اللي فيه لا شمس ولا هواء الخفافيش، الحيات، العقارب، الهوام، الحشرات. فإذا فتحت سبحان الله أبواب ونوافذ هذا البيت ودخل التيار الهواء ودخلت الشمس، هربت الخفافيش، هربت البوم لأنها لا تعيش في الضوء، هربت الحيات، هربت العقارب. هكذا العبد إذا أظلم قلبه بالمعصية، فإذا أراد أن يطرد الشيطان هذه الهوام من قلبه عليه أن يفتح نوافذ قلبه لذكر الله ولمجالس العلم وللطاعة وللتواضع وللذكر. عندئذ تدخل أشعة النور التوحيدي ونور الله سبحانه وتعالى إلى هذا القلب فيضيء بنور الله. اللهم أضئ قلوبنا بذكرك يا رب العالمين. لو أن أنت
أخذت ولدك ابن الرابعة وعبرت به طريقا واسعا، وفجأة أظلمت المنطقة وانقطع تيار الكهرباء وسيطر على الولد خوف شديد أن نسقط في حفرة، أن تلتهمنا دابة، أن تدهسنا سيارة. فمن شدة الخوف نسي الولد أنه بجوار أبيه، فشد اشتد خوفه. فلما أعاد التيار الكهربي أعد للمنطقة ورأى الشوارع أيقن أن أباه ممسك بيده فاطمأن. الإنسان في ظلمة المعصية كالطفل الذي قطع عنه مع أبيه تيار الكهرباء، فلما أشرق قلبه بالتوحيد وطرد الشيطان من قلبه عاد نور اليقين في قلبه، فرأى أن الله أقرب إليه من حبل الوريد. هذا المثل. إني بليت بأربع ما سلطت إلا لجلب مشقتي وعناء إبليس. طيب، واحد سأل الإمام الشعبي رحمه الله، قال يا شعبي هل ينام إبليس؟ سؤال من بلد الفلسفة. قال لو نام لاسترحنا. يا ريت ينام شوي، يكون عندك ولد مشاكس في البيت، ها، ويخبط ويضرب في إخواته ويكسر في الدنيا ويفتح جهاز التلفزيون ويخرب في الأجهزة ويمسك المحمول بتاعك ويكشف عن أرقام لأمه ما كانت تعرفها، سبحان الله، ويصبح الولد عدو في البيت، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، سبحان الله. فأنت يا ولد تدعو أن ربنا إيه يعني يرسل عليه أمنة النعاس؟ نام يا حبيبي، سبحان الله. فلما ينام أنت تستريح ولا تتعب؟ تستريح، فتتكلم براحتك في التليفون لأنه هو بيسمعك وأمه بره في الشارع، ويرجع بقى رويتر يقول لها أبويا كلم فلان وفلان وفلان، ويا مصيبة لو كان إيه في تاء مربوطة، وفلانة يبقى مصيبة. لا المهم يعني، فأنت مش هنا يعني، لا مش في سيدني، في بلاد أخرى. المهم يعني سبحان الله، لا أنت ما شاء الله عليك، الله أكبر، أنا ما شاء الله، الله أكبر، في الله يرضى عليك، فالله يرضى عنهم. يعني سبحان الله العظيم، قال الشعبي لو نام لاسترحنا. قال هل هو متزوج؟ واحد السؤال يعني من نسأل، نحن نسأل أسئلة عجيبة يعني، هل هو متزوج؟ قال نعم. فالسائل يعني فضولي زاد عن اللزوم. قال وما اسم زوجته؟ قال عرس لم احضره. انا سبحان الله، وانا المأذون بتاع المنطقه، وانا سجلت، انا قمت بتسجيل في البلديه للزواج، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. ففي اسئله عجب يعني، سبحان الله. فالراجل مره من 30 سنه كده قال يا شيخ نعم، هو احنا هنكون مليارات يوم القيامه؟ قلت نعم. قال وربنا يجمعنا كلنا في مكان واحد؟ قلت نعم. قال ازاي يعني؟ ده احنا كم الف في المسجد مش مكفين المنطقة فبل لو كنا بالملايين وبالمليارات. يا اخي الله قادر على ان يجمعنا. قال يا سلام، كيف يجمعنا يعني؟ قلت يا اخي الله في قدرته ان يجمعنا داخل ثقب ابرة. قال كيف يعني؟ قال قلت له اما ان يصغرنا او يوسع ثقب الابرة. يا اخي انت سبحان الله، لا اله الا الله، يا اما صغرني بقى زي الجراثيم والميكروبات الصغيره التي لا ترى الا بالمجهر، او يوسع الخرم، في ايه؟ سبحان الله، في اسئله اغرب من الخيال. سالك يا شيخ، هو النمله اللي كلمت سليمان كان الذكر ولا انثى؟ والله انا بتاع حشرات بس الحقيقه ما كشفتش عليها، ده من كام الف سنه، انا هروح انا القدس واشوف سبحان الله. ففي اسئله لا طائل تحتها. ابليس والدنيا ونفسي والهوى، اذا ابليس كيف نتعامل معه؟ ها، كيف لا اوافقه حتى اكون بارا بابي؟ كيف لا اوافقه حتى، سبحان الله، يجب ان احزن الشيطان. ابليس موزع اختصاصات، هو رئيس القسم لكن يوزع اختصاصات، يعني زي ده بتاع فارماكولوجي، ده بتاع زراعة، ده بتاع طب، ده بتاع بيزنس مان، ده ماركتينج، ده مش عارف ايه، سبحان الله. ابليس موزع، في واحد من اولاده مختص بالصلاة، يجي لك يقول لك انت نسيت تركع، انت سجدت سجدة واحدة، انت صليت تركت ركعات، وانت تقعد تتردد ثلاثة ولا اربعة ثلاثة. وبعدين الفقهاء بقى يوضحوا لك القصة. المهم يعني ده واحد متخصص فيها.
الثاني متخصص في تشكيكك في الصلاة في الوضوء. انت مش متوضي، انت على غير طهارة، انت عملت كذا كذا، سبحانه. هذا واحد. اسوأ واحد فيهم ايه؟ المختص بالحالة الزوجية، تخصصه اللي بيعمل بينك وبين الإدارة المحلية في البيت، يعني اللي يعمل المشاكل، يجي يقعد في النص. انت دخلت عصبي تقول لك طب ما فيش سلام عليكم، ما فيش حتى جود ايفنينج، ما فيش جود مورنينج، ما فيش سبحان الله، انا تعبان. فالشيطان يروح له يقول انت هتسكتي؟ لا، انت هتعمل زي امك الخيبانة اللي فضلت مهضوم حقها، وابوك وجد لها ضغط والسكري وتساقط شعرها، جت لها شاشة عظام والنقرس وجد لها الامراض كلها. رد عليه، خليك امرأة ذات قيمة. تقول له يجب ان تكلمني باحترام. الرجل يتحجب، ايه ده؟ مين ده؟ يروح له الشيطان بقى، يلا خليك راجل ابن راجل، ها فين القوة؟ فين الفروسية؟ عامل الفروسية مش هنا، الفروسية في الملعب في التراك مش في البيت هنا، سبحان. المهم يسخن ده ويسخن ده ويسخن ده، بس في الاخر خالص الشيطان يجي لها يقول لها ايه بقى؟ ده متخصص، لو كنت رجل طلقني. انت بتستعيذ بالله من الشيطان وتقول لها ايه؟ انا رجل وابن رجل ولا طلاق في هذا البيت. هذه الرجولة، ليس القوي بالسرعة ولكن القوي ها هو الذي ايه؟ يملك نفسه عند الغضب. ليه؟ لان يقال ان سيدنا عيسى قابل ابليس مرة، قال له يا ابليس يعني متى تتحكم في ابن ادم؟ قال اذا غضب يصير في ايدينا كالكرة في يد الصبي نقلبها كيف نشاء. لان دايما ساعة الغضب ويجي يجري للشيخ عبد السلام، يا مولانا فضلت الشيخ انا في لحظة غضب وبعدين زوجتي ضايقتني. المهم انا لنا اخ فاضل في اوروبا فقيه يعني، قال يا شيخ بالامس واحد اتصل بي، قال له يا شيخ ما حكم طلاق المكره؟ قال له يعني طلاق المكره ايه درجة الاكراه يعني؟ قال انا رجعت البيت يوم حافل بالعمل في حالة عصبية، وزوجتي احتديت معها في ال، طبعا ما بتحدوش انتوا ما شاء الله عليكم الوداعة كلها في البيت، انا ما بتكلم على اوروبا اوروبا اوروبا، ونروح اوروبا نقول لهم ده في استراليا استراليا استراليا، نمشي الحال يعني. المهم فاحتديت في الكلام، فوضعت رجلها على النافذة واحنا ساكنين في الطابق الخامس عشر، قالت له اما ان تطلقني واما ان القي نفسي من الشباك ويقبضوا عليك انك ايه قذفتني من ايه من علي. فالشيخ حصل له ارتباك، قال له عملت ايه يا ولدي؟ قال له طلقتها، قال له ليه يا ولدي؟ جات لك فرصة. انت فاهم ولا مش فاهم؟ الصفين الثلاثة الاولين واخدين بالهم، مش عارف اللي ورا دول مش ايوه كده، والله ان اسنانكم ليست بعورة، يعني تبسمك في وجه اخيك صدقة. علمونا صغارا للأسف ان في المسجد تدخل تجيب كآبة واكتئاب، حتى الولد يبقى لطيف وابن نكتة وصديب وبتاع يعني لاعب وبعيد عن الدين، اول ما يدخل الالتزام اول شيء يخطب تقول السلام عليكم، بص الاول انت مش من تبع جماعته ما يردش عليك السلام، تعرفني يا عم رد السلام، لا اله الألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ده حتى اخواتنا التي جاءوا من البلاد عاداتهم غلبت دينهم، يعني تروح عند تجدد اوراق في المصلحه الحكوميه للموظف تقول له جود مورنينج جود افترنون جود ايفنينج مثلا، يعني اول ما تلاقي اخوها في الله على باب المسجد ما فيش سلام عليكم، تقول لا حرام حرام السلام، الله. طب وجود مورنينج راحت فين؟ وجود ايفنينج الله هو ده محرم وده المهم يا جماعه علينا، خلينا احنا في الان احنا جايين نهدي النفوس، واخدين بالكم لا نريد ان نثير ثورات اجتماعيه. المهم اريد ان اقول ابليس كيف انت تحصن قلبك وبيتك ضده؟ اول شيء دائما اذكار الصباح والمساء، دائما شوف اضبط يومك
بصلاة الصبح في المسجد. خلي بالك، من لم يصلي الصبح قبل شروق الشمس نعم يرزقه الله، ولكن لا يبارك له في رزقه. الرزق ممنوع منه البركة، لأن أنا أصلي الصبح بعد الشمس ما تشرق، ما فيش بركة في الرزق ولا في العيال ولا في أم العيال ولا في البيت. صلي الصبح وابدأ يومك تجد صدرك منشرح. عارف ليه؟ سبحان الله، أجمل لحظات استنشاق الهواء وأنت ذاهب لصلاة الفجر. ليه؟ لم يلوث الهواء بعد بأنفاس المنافقين، دول ما يروحوش الفجر. سبحان الله، الصلاة لوقتها. تتعهد المصحف ولو كل يوم صفحتين، ومن الواجب كل يوم جزء، لكن صفحتين يكفي. جميل قبل ما تنام، وبعدين تحضر مجلس علم في الأسبوع ضروري، ما تكتفيش بظهر الجمعة. تعمل لنفسك 10 دقائق ربع ساعة أنت وزوجتك وولادك، تقول أنا أسمع الشيخ فلان على الآن. الفضائيات والسوشيال ميديا دي خلت العالم كله أنت قاعد هنا وتسمع الرجل اللي في المغرب والرجل اللي في المشرق والرجل اللي في إندونيسيا والرجل، سبحان الله. فيعني يسر الله لنا أمور العلم سبحان الله، وأمور التعلم ومجالس العلم. هذا بالنسبة لإبليس. طيب الدنيا، الدنيا نحن نفهمها خطأ. أولا ليست الدنيا شر، نعمة الدنيا كمزرعة للآخرة. أنت بالله عليك هل تدخل الجنة إلا أن تعيش في الدنيا فتطيع الله فيها؟ عظمة الدين أنه ليس هناك عمل دنيوي وعمل أخروي، كل عمل تعمله يعود على لك وعلى أهلك والبشرية بخير فهو عمل أخروي. فأقول دائما إن الطب علم شرعي، الهندسة علم شرعي، البيزنس علم شرعي، أي شيء، أي علم يؤدي. الفقه كما أنه علم شرعي، الطب علم شرعي، السباكة علم شرعي، علم الكهرباء، علم اللي بتاع النت والسوشيال، كل هذا طالما أنه يسعد البشرية ويجعل البشرية تعيش في الدنيا أنها مخلوقة لله، وأن الله هو رب العالمين، وأننا عبيد له، وأننا لا نتميز بعرق ولا بلون، وإنما كلكم لآدم وآدم من تراب. إذا القضية سبحان الله العظيم، الإسلام جمع كوكتيل عجيب، جمع عمر العربي رضي الله عنه بن الخطاب، وجامع وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، ثم رفعت راية الإسلام بأبي حامد الغزالي الأفغاني وسبحان الله وصلاح الدين الكردي، وكل يعني النوعيات هذه كلها سبحان الله اختلطت في جسد الإسلام، فصار ثوبا قشيبا ولوحة جميلة. حتى الذين يعملون وفق الجماعات الإسلامية، جميل، المهم ألا تتعدى على الناس. أي ناس؟ لأن الله ليس ربا لك، مش رب المسلمين، مش رب المسلمين والنصارى، مش رب المسلمين والنصارى، لا أبدا. الله رب العالمين، كل ما خلق الله، كل ما سوى الله عالم. الله خالق السماوات والأرض والبحار والحيوانات والدواب، سبحان الله العظيم. يعني أريد أن أقول الهدهد الذي كلم نبي الله سليمان، هو هل تكلم في هذه الدقيقة فقط أم أنه له لسان ويتكلم في كل وقت؟ له لسان وله ذكر، ولكن في اللحظة دي ضبط سليمان الريسيفر النبوي بتاع قلبه فسمع كلام الهدهد. إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، رأيتها وقومها يسجدون لله للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله. شوف الدعاء التوحيد، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ ما أشين إيه المختبئ يعني، في السماوات والأرض. مع أن الهدهد رأسه لأسفل ولا رأسه لأعلى؟ لأسفل، يعني هو يعرف الأرض ما يعرف السماء، لكن قلبه يعرف التوحيد، فذكر الذي في السماء قبل أن يذكر الذي في الأرض. الهدهد الذي يخرج الخبأ في السماوات، سبحان في السماء، وبعدين لا إله إلا الله. اذهب بكتابي هذا، راح الكتاب وألقاه الهدهد سبحان الله. ألقي إلي كتاب كريم، ما الذي علم بالقيس أنه كتاب كريم؟ ما وضع عليه شعار الملك، كتاب جيد سبحان الله من سليمان الذي عنده كل هذا الملك سبحان الله، وإنه من سليمان
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. العجب العجاب قصة بلقيس وسليمان في سورة النمل قصة عجيبة فيها يقول أهل البلاغة وأهل اللغة فيها حروف القوة. ليه؟ لأن ملوك، الله يتكلم عن الملوك. سبحان الله، شوف عظمة القرآن. لما قال سليمان من يأتيكم يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، الله لم يذكر رب العباد أن بلقيس استسلمت، لأن استسلام الملوك أمر ينقص من قدرهم، فما أنقص الله من قدر بلقيس. لم يذكر قصة استسلام، وإنما قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. شو اسمع من دي، اسمع دي، مش أسلمت لسليمان. الله يرحمك يا شيخ الشعراوي، بسأله بقول له يا فضيلة الشيخ ايه أسلمت مع سليمان، ليه مش أسلمت لسليمان؟ قال يا حبيبي يا ولدي اسلام ملوكي. الفرنسيين يقولوا تيتا تيت، يعني تيتا تيت، الراس بالراس، الراس بالراس ايكوال، كله متساوي. انا ملك زي ما انت ملك، انت ملك في حته منطقتك، انا ملك في منطقتك. اسلمت مع سليمان مش لسليمان، انا مش تابع لحد، انا اسلمت لله مع سليمان. سبحان الله، لانه فيش واحد وصي على حد، هو مجرد مبلغ قائد يمسك المصباح، ما فيش حد يتميز على احد، حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ما فيش رحم في الدنيا ينجب اميرا ورحم اخر ينجب حقيرا، لا، ده ينجب طفل وده ينجب طفل، طفله ودي طفله، يتساوي. وبعدين ربنا خلق الناس ايه؟ درجات وليس طبقات، هذا ثري، هذا فقير، هذا سبحان الله، هذا المنطق يعني. فالدنيا عندما تعمرها استعدادا للآخرة فنعم الدنيا هي. تمام. كان فيه مملكة من الممالك قديما كانوا يولوا عليها ملكا لمدة عام، وبعد العام تأخذه سفينة إلى جزيرة نائية يتركوه فيها ليلقى مصيره حتفة. فكان أسعد يوم يوم أن يجلس على كرسي الإيه؟ العرش. وأبأس يوم اليوم اللي تاخده السفينة على إيه؟ على المصير المحتوم. في ملك من الملوك جه اختاروه، كان ذكيا، فراح أخذ تاني يوم المختصين وراح على هذه الجزيرة، لوحوش ضارية، عقارب، حيات، هوام، أشجار قديمة، برك آسنة، ماء، سبحان الله، حشرات. راح اخذ الفرق بتاعت البستنه والزراعه والبساتين، شال الاشجار القديمه وزرع اشجار جديده وبساتين ونافورات وطواووس، وقتل الحيوانات الضاره والعقارب والحيات، وحول الجزيره الى حديقه غناء. وعندما جاء يوم الرحيل عن المملكه كان اسعد يوم في حياته هذا اليوم. فلما وصل الى هناك عاش سعيدا. هكذا المؤمن الذي يذكر آخرته فيعمر الجنة، والذي ينسى الآخرة فيدخل إلى النار. ده هو الفرق. إنسان عمل لمستقبله، عمل لأنك في الأيام لك خمسة أيام، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. أترجم؟ عربي ولا إنجليش؟ يوم مفقود الأمس، الزمن راح خلاص عليك ضاع انتهى. يوم مشهود اليوم، يوم الجمعة خلاص انت شوف. يوم مورود غدا إن شاء الله والجيع. يوم موعود يوم ما يجي ملك الموت. ويوم ممدود هو يوم القيامة. اللهم أسعدنا في الأيام كلها. إبليس والدنيا ونفسي، أنا أسأل سؤال واحد، أنا عايز أفرق دايما السؤال يتكد يا مولانا، الخاطر اللي جاني هذا من الشيطان ولا من النفس الأمارة بالسوء؟ ايه الفرق؟ دي بتوسوس لي، ها؟ والشيطان ايضا ايه؟ يوسوس لي. قالوا اذا كانت الوسوسة بين الحين والحين على فترات فدي وسوسة ابليس، اما اذا كان الخاطر مسيطر عليك باستمرار فده خاطر النفس السيئة وخاطر النفس الأمارة بالسوء. لأن الشيطان أول ما تستعيذ بالله يعمل إيه؟ يخنص يبتعد. أما النفس الأمارة بالسوء إيه؟ جوه داخلك سبحان الله.
طيب فالنفوس سبعة، النفوس سبعة درجات، نفس أمارة بالسوء، فإن تحسنت صارت نفسا لوامة، فإن تحسنت صارت نفسا مطمئنة، فإن تحسنت صارت نفسا راضية، فإن تحسنت صارت نفسا مرضية، فإن تحسنت صارت نفسا ملهمة، فإن تحسنت صارت نفسا كاملة، وهي نفس رسول الله. تاني نفس أمارة بالسوء، نام الآن وانت تعبان وقوم إن شاء الله قبل الفجر صلي العشاء. لا حبيبي الله يرضى عليك، صلي قبل ما تنام. طب صلي العشاء والوتر إن شاء الله قبل الفجر. سبحان زي الشيطان يجي يقول لك إيه ها، أو نفسك الأمارة ساعة الفجر ولا الساعة كم، خمسة وربع، لسه فاضل ربع ساعة، نام خمس دقائق، ينام خمس دقائق، كمان خمس دقائق، خمس دقائق تلاقي الساعة تمانية. أول ما تستيقظ قوم على طول فورا، عجل عجل سبحان الله العظيم. طيب فإذا نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة تلوم صاحبها، يا الله ليه عملت كده، ليه ظلمت، ليه يا رجل يا مؤمن. الإسلام عظيم يحافظ على كل النفوس وليست على النفس الإنسانية فقط. امرأة دخلت النار في هرة، هرة حبستها سبحان الله، ومسرف على نفسه دخل الجنة في كلب سقاه، في كل ذات كبد رطبة. أجر أجر، هذه رحمة الإسلام. وأنت يعني لا تقل أنا أريد أن أدافع عن الإسلام، يا أخي الإسلام مش متهم عشان تدافع عنه، الإسلام يجب أن تحسن عرضه فقط، تحسن عرضه فقط في أخلاقك في سلوكك. فلما أجد أن المسلم في المجتمع الأسترالي لا يتهرب من ضرائب، لا يخون، لا يكذب، لا يغيب عن عمله، إنما سبحان الله لا يحب أن يعيش طوال حياته على الإعانة الاجتماعية، يجب إذا عرض عليه عمل يجب أن يقبله فورا، هذا هو المؤمن القوي، هذا هو الدين الذي يندمج في هذا المجتمع، يعني ما يعودش منعزل عنه، يشارك فيه. هو ليس سبحان الله يقول لك الجالية الإسلامية، الجالية الإسلامية أنت أقول ده، أنت مواطن استرالي مسلم زي أي مواطن استرالي آخر، هذا اسم مسيحي، هذا يهودي، هذا لا دين، خلاص يا لكن تجمعكم الوطن، والوطن له حق عليكم، الأرض التي جئتم إليها فأمنتكم لها حقوق كثيرة عليكم، أين هي؟ أين هي من هذا؟ هو الدين الحقيقي. أما أن تظن أن الدين انعزالية وأن الدين كذا وأن هؤلاء غيرنا، يا أخي غيرنا ليه؟ هو بشر وأنا بشر، والله يفصل بين العباد يوم القيامة سبحان الله. أنت كن سفيرا للإسلام بأخلاقك، هو لا المحاضرات لا تهمه ولا تؤثر فيه، ما بيصنع محاضرات في آخر الدنيا، ما المحاضرات ده. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، عمل رجل، عمل واحد أمام الناس سبحان الله. السلوك في نيوجيرسي في أمريكا، رجل يأخذ زوجته المحجبة يوصلها إلى مكتب عملها، عملها في بناية عمارة كبيرة، امرأة كبيرة السن تسعينية أو تجلس خلف الزجاج في الطابق الأول في بيتها، تجلس تشاهد المارة، تجد أمرا عجيبا، هذا الرجل ينزل ويلف ويفتح باب السيارة من الناحية الأخرى للمرأة المحجبة زوجته، كل يوم يوم اثنين ثلاثة أسبوع اثنين. فأعجبت المرأة برقة هذا الرجل مع في التعامل مع ايه، مع زوجته، فتوكأت على العصا وعلمت موعده. فلما وصلوا وفتح باب زوجته اقتربت منه، قالت له أنت مسلم؟ قال نعم. وهذه قالت مسلمة؟ قالت أنا معجبة بأخلاقك ومعجبة بسلوكك، أنك تحترم زوجتك كأميرة من الأميرات، ملكة من الملكات، تفتح لها الباب. قال لا لا، الباب خربان أصلا، لا يفتح إلا إذا فتحت. الغباء جند من جنود الله، في ناس الغباء ركبها، غباء يمشي على طب اسكت، طب اسكت يا رجل. الحمد لله يعني يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا عديها، لكن الغباء لما ركبه سبحان الله وصار غباء يمشي على قدمين، خليها قدمين زي بعض، لا إله إلا أنت سبحان. قال لا الباب خربان ما يفتح، لا إله إلا الله. يا عمي الله يرضى عليك، هنا السكوت مش من ذهب، السكوت من وكالة ناسا سبحان، لا إله إلا الله،
لكن هتعمل له ايه الغباء بيستحقر؟ لا لا يا حجة يعني يا مدام احنا لا اله الا انت سبحان. فسبحانك يا رب. انظر الى هذا وانظر الى منظر اخر. صفية بنت حيي بن الاخطب جاءت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض من النساء وكان في معتكفه. كان في اعتكاف في رمضان. قطع الاعتكاف. وخرج مع صفية. اسمع. سار خلفها. خلفها. انت تعرف الرجل المسلم العربي من الاجنبي الاخر بالمشي مع الحرم. هي ماشية هو ماشي في سيدني وهي ماشية بملبورن. لازم يكون في مسافة. ليه يا ابن الحلال تمشي جنبها؟ قل عيب 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 عليك انت. سبحان الله. الرسول سار خلف صفية حتى وصلت الى ناقتها الدابة. الناقة مناخة بركة على الارض. فجلس الرسول جلسته للتشهد. عارفين جلسة التشهد؟ التحيات لله. وجعل صفية تضع قدمها على ركبته صلى الله عليه وسلم ويقوم بها درجة درجة حتى أوصلها إلى ظهر الناقة فركبت وطيب خاطرها وكان يمسح الدموع عن عينيها. بيقول له واحد كده مرة يا رجل ده الرسول كان بيمسح الدموع عن عينيه. قال يا مولانا انت مش واخد بالك ده هي بكت مرة. انا زوجتي الصبح تبكي بعد الظهر تبكي بالليل تبكي تقوم من النوم تبكي تشوف كابوس تبكي. سبحان الله. يا اخي الرسول قدوة ويجب ان تصنع ما صنع. شوف انظر الى الاتيكيت اللي عند رسول الله. الله. كان اذا جلس بين اصحابه وزع نظراته عليهم حتى يظن كل واحد منهم ان الرسول ما اهتم الا به. يا الله يا رسول. وكان اذا صافح احدا من صحابته لا ينزع يده الا اذا نزع الاخر. وكان لما يسلم على واحد يربط على يده. هذه لغة الجسد. ها؟ يربط على عشان يشعر بالقرب والود. سبحان الله. وفيه العجيبة عجيبة العجائب. الكبار يخشونه والصغار يحبونه. سبحان الله. الصغار ما كانوا يخافوا منه. سبحان الله. سيدنا هيثم بن التيهان صحابي جليل في حجة الوداع كان عنده 4 سنوات فراح مع أبوه وأعمامه الحج. فبقدر الله أبوه جلس في الصف الأول يسمع خطبة عرفة عند جبل الرحمة عند أقدام دابة رسول الله وهو يركبها. تمام. هيثم ابو الهيثم بن التيهان ابو الهيثم بن التيهان يقول ايه؟ يقول فانكشف جزء من ساق رسول الله وفوق الدابه. هو راكب الدابه عشان ايه؟ الحجيج 110,000 13,000 113,000 يشوفوه. فراكب الدابه فالملابس الاحرام انكشفت شويه فطلع لغايه تحت ركبته بشبر. فقال ابو الهيثم وانا طفل وانفصل نعل رسول الله عن باطن قدمه. انتوا عارفين النعل اللي هو طبعا في الحج لا نلبس حذاء ولا نلبس مخيطا ولا محيطا صح ولا لا؟ فالنعل كده ايه انكشف كده فظهر بطن قدم. قال فاعجبت ببياض قدم رسول الله. طفل صغير. فجعلت اتحسسه. ثم لما سكت وما نهرني احد حركت يدي على ساق رسول الله. ما نهره احد. انا عايز اقف هنا. هو يقص القصة دي وعنده 54 سنة. يقول انا من 50 سنة ما زلت اشعر ببرد كف رسول الله في يدي. دليل على ان الولد لم ينهر. والرسول ما نهره. احنا للأسف الشديد الاطفال يقعدوا معانا. اسكت يا ولد. خالك قاعد. عمك قاعد. ما تتكلم. الولد يتعلم الخرس. يروح يتكلم مع ايه؟ سيدي جوجل وانكل جوجل والسوشيال ميديا. صح ولا لا؟ لكن شوف ابو الهيثم يعني اختلط يعني مع الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني ابو عمير كان عنده نغير عصفور صغير يلعب بيه كان عنده 3 سنوات. وبعدين كيف النغير يا ابا عمير؟ فدخل مرة فرأى ابو عمير ده طفل صغير 3 سنوات حزينا
قال لأمي ما لي أرى أبا عمير كاسف البال، يعني الرسول لاحظ قرأ وجه الطفل. قالت مات وغيره يا رسول الله، مات الايه العصفور بتاعه. فجلس معه على عتبة الدار ووضع يده على كتفه ويمسح رأسه ويقول أخبرني كيف مات يا أبا عمير. همون الدعوة كلها، لكن يتنزل إلى إيه؟ يا أخي من لا يرحم لا يرحم، يا أخي ديننا دين رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إبليس والدنيا، إحنا وقفنا عند النفس الإيه؟ اللوامة. بعد تترقى تبقى نفس مطمئنة، تطمئن لموعود الله، فإذا سبحان الله تطمئن بعد ذلك إلى إيه؟ إلى أن تكون راضية، ترضى بما قسم الله لها، فيرضى عنها رب العباد فتصير مرضية. يبقى نفس لوامة، نفس أمرة بالسوء لوامة، وبعدين مطمئنة، وبعدين راضية، وبعدين مرضية، رضي الله عنه ورضوا عنه، ثم تصير نفسا ملهمة. ملهمة يعني يجيلها كده إيه حاجات عجيبة كإيه شبيه للوحي. إن يكن في أمتي، كان في بني إسرائيل محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. سيدنا علي مرة اشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، فقال فرأيته في الرؤيا. رأى الرسول ايه؟ اشتاق رأى. الله، اللهم لا تحرمنا جمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال فرأيته في الرؤيا يقدم لي طبقا من رطب، فأخذت واحدة وضعتها في فمي، وضع الرسول تمرة في فمي، ثم الثانية، استيقظت من الرؤيا وأنا أجد حلاوة رطب رسول الله في فمي. استيقظ ولسنا. فذهبت لصلاة الصبح خلف عمر، قلت أبشر أمير المؤمنين، فرأيت الصلاة قد أقيمت. قلت بعد الصلاة، بعد الصلاة دخلت بنت صغيرة سبحان الله العظيم، فبارك الله فيك يا بنت كريم. فلما دخلت الجارية بطبق الرطب، أخذ عمر، لسه ما لم يقص عليه، أخذ عمر واحدة في وضعها في فمي، وأخذ الثانية وضعها في فمي. والله إني وجدت حلاوة رطب عمر كما رأيت وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا. فجعل عمر يوزع على الصف الأول واحدة واحدة، سبحان الله، وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى، فينظر إلي عمر يقول يا علي لو زادك الرسول لزدناك. دي النفس الملهمة، نفس سبحان الله شفافة، ترى ما لا نرى. الصحابة كانوا في يقظتهم كحالتنا نحن في نومنا، كانت تكشف لهم الأمور. يقف عمر على المنبر في المدينة ونادي على إيه؟ سارية، فين؟ في العراق، 4 ساعات طيران. يا سارية الجبل الجبل. المشكلة مش في دي، لا، بقية القصة. يقول رجع سارية بعد شهور وقال في يوم كذا ساعة كذا سمعنا صوتا، سمعنا مش سمعته، سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول يا سارية الجبل الجبل. يبقى إرسال وإيه؟ واستقبال. ما تصلوا على رسول الله، ثم النفس الكاملة وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني بليت بأربعين ما سلطت إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي. خلاص النفس قلنا أنواعها، والهوى. الهوى من اتبع الهوى فقد هوى. الله يرضى عليك، بلاش هواك، جنب هواك جانبا، وانظر أي الأمرين، تجد أن ضد الهوى هو الصواب. هيجيني الليل، الهوى أن أنام ولا أقوم أصلي ركعتين؟ أنام، أنا تعبان، لكن الصواب أعمل إيه؟ أصلي ركعتين. الهوى يقول لا تسلم على فلان لأنه أغضبك أحرجك، لكن الشرع يقول سلم على فلان. لسه الشيخ ربنا يبارك فيه كان يقرأ من فصلت ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحبتي في الله، هذه نقاط سريعة فوق حروف أسرع في هذه الجلسة الطيبة. والإنسان لا يحمل مشاكله على الناس ولا يقول أنا ليس لي ذنب فإنما إبليس وإلى، بالعكس، أنتم كونوا يعني نسخا مصحفية تعيش على هذه الأرض سلما وسلاما وأمنا وأمانا، ولا تتردد ولا تستخير لمدة 50 سنة أن تعود. تعود إلى أين؟ هذا وطنك، هذا مكانك، هذا المكان الذي فيه الأمن والأمان، وأنت جزء من هذا الأمن والأمان، وأن تؤمن هذا الوطن. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم. كما أقول في دروسي دائما،
إن وجدتم في درسي هذا ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعون فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إن لله وإن إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة